مشاريع وضعت حيز الخدمة تأتي ضمن الجهود التنموية الكفيلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والموجهة لساكنة مناطق الذل بولاية عين تموشنت والمتمثلة في الموارد المائية، وين اليوم أشرفنا على وضع حيز خدمة لخزانين من مجموع 10 خزانات اللي تقريبا راهي منتهية. كذلك بالنسبة للطاقة، سواء تعلق الأمر بالكهرباء أو الغاز، كانت فيه مجهودات كبيرة وكبيرة ووصلنا النتيجة المرجوة. كنا زرنا المركب الرياضي، كان تقريبا عندنا عملية كبيرة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، وين استلمنا تقريبا العشرات الملاعب الجوارية. عملية إيصال المياه الصالحة للشرب والربط بشبكة الصرف الصحي والغاز الكهرباء والتهيئة الحضرية تندرج ضمن أولويات المشاريع التي تمت برمجتها للتكفل بتحسين المستوى المعيشي لساكنة مناطق الذل بولاية عين تموشنت.